شتو ما نبغي نسنا ولا ريفاش تاعهم يجي اليوم الا غير يدخلوا كاع شوفوا اللي حنا عندنا هنا الديترجون والديترجون عندنا البيض راه معمر قال البيض راه معمر عندنا هذيك لافام اللي عندها لافام السلام عليكم الحمد لله ما شاء الله هكا كون ما قدمتش ما جبتش كاع السلعه ما عنديش الواحد راه كل يوم شويه كل يوم نو جي 25 سور دو دولي ما قديتش جبت غير 17 باسكو ما قدنيش صح والاسعار مقارنه بالمحلات شوف الاسعار من المنتج للمستهلك باسكو انا اللي ننتج انا الشجره تاعي انا اللي نسدد هذا ديال لي غوسيت تاعي ونبيعو صافي دير يوغا اون ديفيرونس ما غاديش تكون كيما الزيتون راه 45000 حتى 50 حتى 55000 حنا توجور هذيك لي 50 دينار باش المستهلك ينجم يشري وينجم حساب لا دوموند كما قلت لك الخطه المره اللي فاتت لا بريباراسيون تاعي انا راني جايبه لي بري هما مازال ما درتهمش مازال ما درتش